أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع دولي يعنون: لا سياح في اليمن و250 ألفا فقدوا وظائفهم. حملة شعبية للمطالبة بالإفراج عن السياسي محمد قحطان من سجون ميليشيا الحوثي. ومن جولتنا في الصحافة الفرنسية: الأمم المتحدة تدعو المتقاتلين في اليمن إلى فتح المفاوضات. دبلوماسي سابق: الكل كان يعلم أن العراق لا يمتلك أسلحة كيماوية. أهلا بكم. ارتكبت عدة أطراف يمنية نحو 60 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقرير صادر عنها أن البيئة الإعلامية في اليمن لا تزال أكثر عدائية للعمل الصحفي ومليئة بالمخاطر التي تقف وراءها كافة الأطراف المتصارعة التي لا تفرق بين العمل الصحفي والصراعات الناشبة في مختلف مناطق البلاد. وذكر التقرير أن هناك 29 حالة اختطاف واعتقال واحتجاز، فيما لا يزال هناك 12 صحفيا مختطفا لدى جماعة الحوثي ويعيشون أوضاع اعتقال سيئة في سجن الأمن السياسي بصنعاء. ورصدت نقابة الصحفيين 13 حالة انتهاك وأربع حالات تهديد بالأذى والتصفية وثلاث حالات تحقيق ومحاكمات وأربع حالات مصادرة لممتلكات ومقتنيات للصحفيين والوسائل الإعلامية وحالتي منع من التغطية. ولفتت نقابة الصحفيين إلى ضراوة الاعتداءات العنيفة تجاه الصحافة التي وصلت حد اقتحام المؤسسات الإعلامية وإحراق المطابع والاعتداء على الصحفيين ومنازلهم ونهب ممتلكاتهم أو ممتلكات الصحف والصحفيين. لقد خرجت تعز عن بكرة أبيها لتوديع ابنها عمر دوكم كما لم تخرج من قبل، لتقول للقتلة: لن تفلتوا من العقاب وأن توجع تعز سيكون وجعا لكم. خرجت كأمواج البحر تحمل الوعد والوعيد، وانسابت كالمزن المسكوب من عرش الرحمن لتعبر أنها موطن القيم وقاعدة الثورة والدولة وزاوية الاعتدال وأمة الوسطية في الدين والسياسة والأخلاق. هكذا بدأ أحمد عثمان مقاله المنشور في الموقع بوست، مضيفا في أجزاء منه: لم يعد عمر دوكم فردا وإنما سفرا يقرأ، تقرأه الأجيال كمصلح عظيم، ولن يقرأ هذا السفر كما ينبغي بدون تجرد روح ونقاء نفس ورفعة خلق. ودعت تعز عمر دوكم بعد أن تحول في نظر الناس مشروعاً يمثل الحلم والمستقبل الذي يقاتل ويناضل اليمنيون لبلوغه جيلاً بعد جيل وشهيداً بعد شهيد وقائداً بعد قائد. والمفارقة العجيبة أن يأتي استشهاده في ذكرى رحيل أبي الأحرار الشهيد محمد محمود الزبيري، وهي مفارقة عجيبة تذكرنا بوحدة القضية وأحذية الثورة، كما تطرح الشبه بين الرجلين ثورة وخلقا وروحا وبيانا وتسامحا وحبا للشعب. لقد خرجا من مشكاة واحدة، مشكاة الشعب اليمني بقيمه وحلمه وعراقته، حيث يمضي الباحثون عن إنقاذ الشعب الواهبون دماءهم جيلا بعد جيل وعظيما إثر عظيم بعطاء باذخ التضحية والكرم. بحثت عن هبة أهبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي. لقد مكث عمر دوكم سنوات طوال يحدث الناس بحديث الروح، الحب والثورة والوحدة والتسامح، إنها رباعية قوة المجتمع ونقائه، وينهى عن الغلظة والعنف والفرقة والكراهية والذل والانتقام كطرق للضعف والشقاء والتمزق. وصية كتبها عمر بدمه كما كتبها من قبله الزبيري والنعمان الابن، وكوكبة متواصلة سائرة بوهجها المستمر نحو الغاية والهدف، طال الزمن أم قصر. الوصية المكتوبة بالدم ترك بعضها شهيدنا عند ابنته، الطفلة التي سمعتموها تناشدكم اليقظة والوحدة وتحقيق العدالة بتلك الطريقة العبقرية العملاقة، لعلها تصل إلى من لا تصله لغة القلوب الدامية وأنوار الأرواح المشرقة. إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون في صفحته الرئيسية:
حملة شعبية للمطالبة بالإفراج عن السياسي محمد قحطان من سجون الحوثيين. قال الموقع تنطلق مساء اليوم الأربعاء حملة شعبية تحمل هاشتاج الحرية لقحطان للمطالبة بالإفراج عن السياسي المخضرم وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد قحطان، والذي يصادف 4 أبريل الذكرى 3 لاختطافه. ويقود الحملة ناشطون وحقوقيون داخل اليمن وخارجها، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن قحطان بعد مخاوف من تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بمرض السكري. وتابع الموقع ومنذ اختطافه من منزله في 4 أبريل 2015 في صنعاء من قبل مسلحين حوثيين، تم إخفاؤه قسرا ومنعت أسرته من زيارته أو الاطمئنان عليه. أبرز عنوان ورد في موقع عدن تايم: التوسع العمراني يهدد أهم مصادر المياه بلحج. قال الموقع: بات التوسع العمراني العشوائي يهدد أحد أهم حقول المياه التي تغذي عشرات الآلاف من سكان مديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج. ووفقا للموقع، فقد شهدت الآونة الأخيرة العديد من التوسعات العمرانية قرب حقل مغرس ناجي الواقع شرق مدينة الحوطة في وقائع أثارت حالة من المخاوف على أهم مصادر المياه في المنطقة. وقالت مصادر عاملة في مؤسسة المياه بلحج لعدن تايم أن حقل مغرس ناجي أصبح مهددا في الآونة الأخيرة بظاهرة التوسع العمراني، حيث قام الكثير من المواطنين بشراء أراض سكنية ودفعوا أموالا كبيرة مقابل تلك الأراضي. وحذرت المصادر من مخاطر هذه الأعمال التوسعية العشوائية على آبار المياه في حقل مغرس ناجي الذي يغذي مدينة الحوطة ومناطق من مديرية تبن لحج على حد سواء، وطالبت بإيقاف هذه الاعتداءات والزحف والتوسع في المنطقة. الأيديولوجيا في الصراع العالمي، تحت هذا العنوان كتب السياسي اليمني ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تحدث فيه عن صراعات كبيرة في الخارج لكنها ليست دموية. وأضاف الكاتب: ظلت أوروبا تصدر حروبها الأيديولوجية إلى خارجها وتكتفي في جغرافيتها وداخل رقعتها بحروب باردة وأحيانا نادرة نارية، من منطلقات تتحكم فيها مصالح اقتصادية وجيوسياسية وعرقية. وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وقسم العالم بين الدول العظمى المنتصرة في الحرب على أساس أيديولوجي، وأخذت الأيديولوجيتان الرأسمالية والاشتراكية تتصارعان اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. تحكمت أوروبا في عملية الصراع وقادته بحذر شديد، حيث جنبت نفسها الصراع العسكري فيما عدا ما شهدته دول البلقان أثناء تقسيم اتحاد يوغوسلافيا القديم. وخاضت أوروبا حروبها الأيديولوجية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وشهدت أفغانستان المعركة الأيديولوجية الحاسمة التي تناسلت منها بعد ذلك حروب لم تسلم منها أوروبا وأمريكا. اليوم وبعد أن بدا أن المشهد قد استقر لصالح الديمقراطية الرأسمالية بالصيغة التي كانت فيه السلاح الأمضى في مواجهة المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي القديم، يخيم على أوروبا شبح الحرب الباردة بصورة تثير المخاوف العالمية من توظيف هذه الأجواء لغايات يصعب التحكم فيها، خاصة وأن الأبواب مفتوحة على صراعات اقتصادية وأمنية بما فيه الهجوم الإلكتروني سايبر أتاك، لا أحد يعرف امتداداتها الجيوسياسية، وهي على عكس الصراع الأيديولوجي القديم والذي كان كل طرف فيه يعرف حدود علاقته بالآخر، وهو ما حفظ أمن أوروبا على النحو الذي أبقاها قادرة على خوض حروبها خارج حدودها بغطاء أيديولوجي. وعلى عكس ما جرى الترويج له في زمن الحرب الباردة، لم تكن الأيديولوجية هي السبب أو ميدان الصراع الرئيسي بقدر ما كانت تخفي وراءها أسباباً أكثر أهمية تتعلق بالاقتصاد والأمن وصراع المصالح والشركات العابرة للقارات. وهذا ما تكشفه حقيقة الوضع المقلق الذي يمر به العالم اليوم. في واحدة من أكثر مصادر الدخل التي خسرتها اليمن منذ مدة ما جاء في موقع ارفع صوتك، والذي عنوان: لا سياح في اليمن،
250 ألفا فقدوا وظائفهم. يقول الموقع الدولي حتى عهد قريب كانت مدينة صنعاء القديمة إحدى أبرز الوجهات السياحية في اليمن، لكن منذ سقوط البلاد في خضم الفوضى والصراع الدامي قبل 4 سنوات أصبح من غير المألوف مشاهدة أي أجنبي في المدينة التي كانت تكتظ بالسياح. ويؤكد أحمد البيل وهو نائب المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي في صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات أن حجم الخسائر الأولية التي تعرض لها هذا القطاع خلال 3 سنوات من الحرب تجاوزت 7 مليارات دولار. وأضاف: السياحة الوافدة إلى اليمن توقفت، كنا نستقبل سنويا 400 ألف سائح أجنبي وحوالي 600 ألف سائح من دول الخليج، هؤلاء اختفوا تماما. وبحسب المسؤول الحكومي في مجلس الترويج السياحي فإن أكثر من 85 معلما وموقعا معلما وموقعا تاريخيا سياحيا يعود بعضها إلى القرن العاشر قبل الميلاد استهدفت بضربات جوية أو تم تدميرها من قبل تنظيمات إرهابية. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في جولتنا بين الصحف الفرنسية وفي ترجمة خاصة لصحيفة تشالنج الفرنسية تعنون الأمم المتحدة تدعو المتقاتلين في اليمن إلى فتح المفاوضات. قالت الصحيفة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حث المتقاتلين في اليمن على البحث عن تسوية سياسية للنزاع، وطلب من المجتمع الدولي تقديم 3 مليارات دولار لمساعدة السكان المدنيين الذين يواجهون كارثة إنسانية. تضيف الصحيفة: دعا الأمين العام إلى تسوية سياسية تفاوضية وهي بالنسبة له الحل الوحيد، وقال: أطلب من جميع الأطراف إجراء اتصالات دون تأخير مع مبعوثي الخاص الجديد مارتن جريفيث. وأضاف أنطونيو غوتيريس: يجب أن تظل جميع المنافذ مفتوحة للمساعدات الإنسانية والحركة التجارية لإرسال الأدوية والمواد الغذائية والوقود لتوزيعها. كما دعا وزير خارجية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عبد الملك المخلافي إلى استئناف المفاوضات، وقال أن حكومته تعمل على فتح موانئ البلاد ومطاراتها للمساعدات الإنسانية. وفي ذات الشأن تعنون صحيفة ليفيغارو الفرنسية والتي تابعت مؤتمرا حول اليمن عقد أمس في جنيف وعنونت وفقا لترجمة خاصة بقناة بلقيس: اليمن، الأمم المتحدة تحصل على وعود بأكثر من 2 ملياري دولار كمساعدات. قالت الصحيفة أن الأمم المتحدة أعلنت أنها حصلت على وعود بأكثر من 2 ملياري دولار تقدم كمساعدات لليمن، وذلك في مؤتمر للتبرعات عقد في جنيف. صرح بذلك في مؤتمر صحفي قصير أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، والذي قال: هذا نجاح رائع للتضامن الدولي مع اليمن، لقد تم الإعلان عن أكثر من 2 ملياري دولار. العديد من الدول أعلنت بالفعل أنه سيكون هناك المزيد من التبرعات من الآن وحتى نهاية العام. وأضاف: نحن متفائلون بشأن الوصول إلى مستوى احتياجات المأساة التي تواجه الشعب اليمني. عن طلب الرئيس هادي من بندغر بالتريث والبقاء في الرياض عنونت العربي الجديد: عودة بندغر إلى اليمن مؤجلة
لا أمان للحكومة في عدن، رغم أن رئيس الوزراء أعلن منتصف شهر مارس الماضي أن عودته إلى عدن باتت قريبة، إلا أن مصادر في الحكومة أكدت أن العودة تأجلت إلى موعد غير رسمي بتوجيهات من الرئيس هادي إثر الأوضاع غير المستقرة في المحافظات الجنوبية منذ الأحداث التي شهدتها عدن في يناير الماضي. وأوضحت المصادر في حديث مع العربي الجديد أن بن دغر كان ينوي العودة إلى سيئون بمحافظة حضرموت بعد وصوله للرياض عائدا من العاصمة المصرية الشهر المنصرم، ولكن هادي طلب منه البقاء في الرياض إلى حين تكون الأوضاع في عدن مهيئة لاستقبال رئيس الحكومة. وتم تبرير التوجيهات بأن ثمة خشية لدى الرئاسة من أن تقتصر تحركات بن دغر على محافظة حضرموت دون التمكن من العودة إلى عدن، وهو ما يعطي انطباعا بنجاح القوى المدعومة إماراتيا والتي كانت تطالب بإسقاط الحكومة بتحقيق هدفها، بأن الأخيرة باتت بالفعل في وضع لا يمكنها من العودة إلى عدن. وأشارت المصادر إلى أن بقاء بن دغر في الرياض سيستمر إلى أجل غير مسمى لحين تسوية الأوضاع في عدن وإعادة هيكلة العلاقة بين الحكومة الشرعية ودول التحالف وتحديد الحدود الفاصلة بين الشراكة والتبعية. مؤلف كتاب عالم في الفوضى، السياسة الخارجية الأمريكية وأزمة النظام القديم، ريتشارد هاس كتب مقالا تحت عنوان أيها النظام العالمي الليبرالي ارقد بسلام، شرح فيه الطريقة التي جعلت النظام الليبرالي مهددا بصورة غير مسبوقة، وقال في المقال المعادي نشره في الغد. ذات يوم قال الفيلسوف والكاتب الفرنسي فولتير ساخرا: بعد مسيرة اقتربت من 1000 عام لم تعد الإمبراطورية الرومانية المقدسة المضمحلة مقدسة ولا رومانية ولا إمبراطورية. واليوم بعد مرور نحو 2.25 قرن من الزمن تقريبا نستطيع أن نقتبس من فولتير فنقول إن النظام العالمي الليبرالي المضمحل لم يعد ليبراليا ولا عالميا ولا نظاما. أنشأت الولايات المتحدة من خلال العمل الوثيق مع المملكة المتحدة ودول أخرى النظام العالمي الليبرالي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف ضمان عدم عودة الظروف التي أفضت إلى نشوب حربين عالميتين في غضون 30 عاما إلى النشوء مرة أخرى أبدا. لتحقيق هذه الغاية شرعت الدول الديمقراطية في إنشاء نظام دولي يتسم بالليبرالية في استناده إلى حكم القانون واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وكان المفترض أن تحظى حقوق الإنسان بالحماية، وكان يجب تطبيق كل هذا على كوكب الأرض بأسره. وفي الوقت نفسه كانت المشاركة مفتوحة وطوعية للجميع، وبنيت المؤسسات لتعزيز السلام، الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد، ولم يفوت أي من هذا على الاتحاد السوفيتي الذي لم يكن ليبراليا بكل تأكيد، والذي كان تصوره مختلفا بشكل جوهري لما ينبغي أن يشكل النظام في أوروبا ومختلف أنحاء العالم. والواقع أن عناصره الثلاثة الليبرالية والعالمية والحفاظ على النظام ذاته تواجه اليوم تحديات لم يسبق لها مثيل في تاريخه الممتد طوال 70 عاما. جاء الخبر المتصدر لموقع شبكة البي بي سي خاصا بما حدث في العراق قبل 15 عاما، وعنوان الشبكة: دبلوماسي سابق، الكل كان يعلم أن العراق لا يمتلك أسلحة كيماوية. قالت البي بي سي: كل عام في ذكرى الغزو الأمريكي للعراق يضطر خوسيه بوستاني للتعامل مع موجات الحزن والسخط التي تنتابه منذ نحو 15 عاما. يصر الدبلوماسي البرازيلي على اعتقاده بأنه كان يمكنه أن يساعد على تجنب ما يصفه بالغزو، وكان بوستاني أول مدير عام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، متأكدا أن كلا من العراق وليبيا وافقتا على الانضمام للمعاهدة، وكان يمكن أن يحدث التفتيش بحلول نوفمبر من العام 2002، لكن الأمريكيين كانوا غاضبين إذا سمح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدخول
الوصول إلى العراق لما وجدوا أسلحة كيميائية. وأضاف الأمريكان أرادوا غزو العراق لكن التفتيش كان يتعارض مع مصالحهم. تضيف الشبكة شعر بستاني بعدم ارتياح بدرجة أكبر هذا العام حيث تلا الذكرى 15 لغزو العراق بوقت قصير الإعلان عن عودة جون بوليتون إلى الحكومة الأمريكية. وكان بوليتون يشغل منصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إبان غزو العراق وكان من أبرز من تبنوا فكرة الغزو. ويقول الدبلوماسي البرازيلي كان بوليتون عنصرا فعالا في جهود إقالتي من منصبي وذات مرة جاء إلى مكتبي ليطلب مني الاستقالة وإلا سأواجه العواقب وأشار حينها إلى أن أبنائي يدرسون في الولايات المتحدة. أقدم حالات سرطان الثدي والنخاع الشوكي في مومياءات مصرية عنوان في صحيفة القدس العربي. قالت في تفاصيله أن باحثين من جامعة غرناطة أجروا أشعة بالتصوير المقطعي لعظام اثنين من المومياءات وخلصوا منذ ذلك الحين إلى تحليل النتائج بشكل منفصل. وخلص فريق الباحثين الذي ضم علماء من جامعة جين الإسبانية ومستشفى بغرناطة إلى أن الأنثى المومياء توفيت بسرطان الثدي قبل الميلاد بنحو 2000 عام بينما توفي الغلام بسرطان النخاع الشوكي المتعدد وهو نوع من سرطان نخاع العظام بعدها بنحو 200 سنة. ورأى البروفيسور لوبيز أن النتائج مذهلة جدا في أن داء السرطان مماثل لما يعاني منه المرضى حاليا. وتظهر نتائج الدراسة أيضا أن الفتى والفتاة كانا من الأسر الحاكمة الثرية في مصر وذلك في ذلك العصر وأن المجتمع كانت تتوفر فيه الموارد اللازمة لدعمهما في مرضهما في زمن لم يكن يتوفر فيه علاج للسرطان. جولتنا المصورة لهذا اليوم نطلع فيها أفضل الصور التي انتقتها صحيفة الجارديان البريطانية ونشرتها في عددها اليوم نتابع. في هذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.